مستر ماجيك، سمعه المدينه في ايديك يا باشا. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ وحشني جدا، واهلا بيكم في حلقه جديده من محاكي اكل الشارع. قبل ما نبدا عايزين نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وتنزل حالا تحط لي بقى اللايك الجميل بتاعك. عايزين نوصل الفيديو ده يا جدعان لاكبر عدد من اللايكات، ويلا بينا. طب يا جدعان، الظاهر كده ان احنا مورناش شغلانه غير عم باكسو الايام اللي جايه، وطبعا النهارده انا متحمس جدا عشان اكمل الحوار اللي موجود في المدينه. فيلا بينا على طول نبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه طبعا عايزين نقابل سارق. المفروض ان البنت ديت هنقابلها وقتي بالليل، والراجل ده طبعا عايز لباس يعني فانا بصراحه مش عارف اجيبه له منين. بصراحه هجيب لك واحد من عندي يا اسطى طيب ولا ايه؟ المهم خلونا اول حاجه دلوقتي نروح نكلم البنت ديت ونشوف هتحتاج ايه. واتوقع كده ان انا هقول لها على كل الحاجات اللي انا عملتها، ان انا اديت لهم ثلاجه وغساله وبداوا يعملوا السلاح وكده. فخلونا نروح نكلمها على طول. طبعا المره اللي فاتت احنا جبنا الاثنين اللي بيرقصوا فوق دول، بصراحه شكلهم حلو جدا وعاملين جو كبير للمدينه هنا، يعني مسيطرنا في المكان يعني. خلونا اول حاجه نروح نبص على اجهزة الاركيد، يمكن الاقي فيها الاندر وير ده. انا مش عارف هو عايزه في ايه يعني. هو والمره اللي فاتت كان بيقول لي ان هو يعني، انا مش عايز اقول لك ان انا بحلم بكوابيس وما بعرفش انام وبتاع، الظاهر كده كان بيعملها على الروح وهو نايم، فهو مكسوف يقول لي يعني. اتوقع ان هو ممكن يكون هنا يا جدعان. ثواني كده خلونا نبص هنا كده الاول، مش موجود هنا. هو اصلا ايه اللي هيجيب اللباس جوه اجهزة الاركيد؟ انا مش عارف والله، حاجه غريبه جدا. طب هنا مفيش حاجة هنا برضو. لو سمحت يا اسطى بعد اذنك انا محتاج لباس. مش ليا والله، ده واحد في المدينة طالبه كده يعني. طيب خلونا نبص هنا، اتوقع ان هنا في بذور بس. طب هنا بقى اكيد هيبقى هنا بقى يا جدعان، اكيد. معقولة؟ انا مش عارف اجيبه منين بصراحة يعني. كان في حد قال لي في الكومنتات ان انت بعد كده هتغسل هدومك، وانا اصلا من ساعه ما بدات انا ما غيرتش هدومي خالص لغايه دلوقتي. خلونا نروح اول حاجه نعملها نكلم البنت اللي اسمها سارق، المفروض ان انا بقومهم على بعض عشان نخلص منهم هما الاثنين، احنا مش ناقصين عصابات هنا في المدينه يعني. اتفضلي يا ست الكل، عايزه ايه؟ بتقول لي في اخبار جديده؟ ده في حاجات كتير هتحصل الايام اللي جايه يعني. بتقول لي ايه؟ هم خلصوا تجميع الخامات بتاعت السلاح؟ هم ازاي عملوا ده بسرعه؟ والله انا مش عايز اقول لك ان انا اللي ساعدتهم يعني، بس انا عايز اخلص منكم انتوا الاثنين يعني. بتقول انا فكرت ان هم فاضل لهم كام يوم كده على ما يخلصوا السلاح ده، الموضوع ده خطير جدا، وانا عايز اقول للعصابه بتاعتي عشان ياخدوا حذرهم منهم. طيب هي المفروض دلوقتي راح اتبلغ طبعا العصابه ان السلاح خلاص جهز، فربنا يستر. انا مش عارف ايه اللي هيحصل بعد كده يا جدعان. خلونا بس نجيب شويه شمع، لان انا اتسرقت دلوقتي للاسف. اتوقع ان الشمع اللي عندي خلص، الواد جه سرق مني قرشين كده. فاضل لنا هنا كتاب واحد، ويبقى كده خلصنا كل الكتب اللي موجوده هنا، ومش عارف بعد كده ايه اللي احنا هنعمله الصراحه يعني. فاتوقع ان الراجل ده معاه سر الثلاث نجوم اللي باقيين هنا، وفي هنا المفروض كتاب ناقص كمان يعني. انا هنا ما فاضلش الا كتاب واحد عندي بس، مش عارف بصراحه يا جدعان هجيب الكتاب الباقي ده منين برضه يعني. احنا كده هيبقى فاضل لنا اربع كتب. خلونا بس نجيب شويه شمع كده، تعال. المفروض ده هناخده عشان نديه لصاحبه. خلونا نجيب شويه شمع. ايه ده، الشمع خلص بسرعه كده ليه؟ هات لي يا باشا الشمع بعد اذنك، عشان الحراميه والنصابين اللي بييجوا ياخدوا. ايه ده، انا اشتريت كل ده ليه؟ هعمل بيه ايه ده؟ خلونا بقى نرص الشمع ده في اي مكان كده، عشان طبعا العفريته كمان اللي بتيجي تطفش الزباين بتنزل لي التقييم جامد جدا. حط ده هنا، ماشي، ونحط ده هنا، ونحط ده هنا. كل ده تحصين، بنحصن نفسنا من العفاريت والحراميه. لسه معايا شمعه كمان، ممكن نحطها في اي مكان. ممكن نحطها هنا جنب الروبوت، مش عارف الروبوت ده من ساعه ما شغلته وهو واقف كده، مش عارف ليه. روح يا عم شوف شغلك يا عم. خلونا كده نروح نرمي ده لصاحبه. انا مش عارف استفاد ايه من الموضوع ده الصراحه يعني، بس انا بجمع له اصحابه. نرميه هنا في البيت ده، فريندز اصحابي. طيب مين اللي هنقابله تاني دلوقتي؟ المفروض ان احنا هنقابل سارق، مش عارف اسمها غريب قوي يا جدعان، اسمها سارق. المفروض ان احنا هنقابلها بالنهار، فخلونا نقدم الوقت. المفروض دلوقتي الساعه 22:13، ممكن اروح انام عشان عم باكسو ما يرجعش تاني. بصوا يا جدعان، انا هسيب عم باكسو مفحوط بره واروح انا انام. فكك منه يا باشا، اتوقع ان انا اقدر انام، اقدر انام وهو بره عادي جدا. ايوه يا باشا عشان ارتاح، هو الراجل ما بيتحركش من مكانه، انا اللي عمال الف في المدينه كلها حته حته ومفحوط مع الناس اللي موجوده فيها. طيب الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 8 الصبح. المفروض ان سارق هتكون موجوده تقريبا عند السوبر ماركت، يا رب ما تغير مكانها. مش عارف ليه دايما مستخبيه في المكان ده، حاجه غريبه جدا، خايفه من حاجه تقريبا. المفروض ان هي خلاص بلغت العصابه بتاعتها باللي هيحصل بعد كده، فخلونا كده نروح لها. اكيد مش هتكون وصلت على طول كده يعني، هتيجي منين بقى؟ مش عارف هتيجي منين. خلونا كده نطمن على العربيه بتاعت عم باكسو. فيها شويه مكونات، هنحتاج شويه ملح اهي، جت اهي. طيب خلونا كده نروح نكلمها الاول، سيبك من الملح دلوقتي، نشوف هتقول
بتقول لي ايه تاني؟ ها قولي لي العصابه بتاعتك قالت لك ايه؟ ايه ده؟ بتقول لي واو، بتقول احنا اتحكم علينا. انا مش فاهم لسه حاجه لغايه دلوقتي. وبتقول ان العصابه بتاعتي مش مهتمه باي حاجه، تقريبا عصابتها مش خايفه من اي حاجه بتحصل هنا في المدينه. بتقول ان العصابه عايزه تنتقم من شخص واحد بس اللي هو حوصه، وبتقول ان انا محتاجه ان انا اقنعهم بحاجه واحده بس. بتقول لي بسرعه ساعدني وهات لي الحاجه دي، مش عارف ايه هي الحاجه دي بصراحه، هي حاجه تقريبا تبع الفضائيين، فخلونا نشوف شكلها. ايه دي؟ هي عايزه ايه دي؟ دي ايه يا جدعان؟ دي طبله دي ولا ايه؟ طيب خلونا نروح المحل بتاع الفضائيين نشوف نفس الحاجه ديت ونجيب لها منها اتنين. بس ان انا معايا فلوس، طبعا انا مش هصرف الفلوس اللي معايا دلوقتي لغايه لما نخلص الحوارات اللي موجوده في المدينه. كان حد كتب لي في الكومنتات برضو ان انت لسه قدامك حوارات كتير قوي. فربنا يستر. اتوقع ان هي عايزه دي، معقوله؟ اه هي دي عايزه منها اتنين بس، فخلونا نشتري اتنين. ايه دي؟ هي دي ضفدعه دي ولا ايه؟ هي دي ترابيزه دي ولا ايه؟ ولا طبله ولا ايه؟ انا مش عارف دي ايه بالظبط. يا خراشي كل دي. طيب خلونا ناخدها ونروح نديها لها بسرعه. ايه ده؟ هو الدبان راجع تاني ليه؟ انا مش عارف هي هتحتاجها في ايه بالظبط. المفروض ان هي هتاخدها، بتقول ان هي هتقنع العصابه بتاعتها بحاجه ان هم ينتقموا من حوصه. اتفضلي. تقول لي دلوقتي اكيد هيرجعوا يفكروا في الموضوع تاني. اه هي تقريبا العصابه بتاعتها يا جدعان منفضه للموضوع اصلا، يعني هي بتروح تحكي لهم مفكرين ان هي هبله بتقول اي كلام وخلاص. بس هو ده اللي انا فهمته يعني. بتقول لي شكرا. اه تقريبا هم هياخدوا الحاجه ديت يا جدعان عشان يرتاحوا ويفكروا تقريبا. فبتقول لي اتمنى الحاجه اللي انا جبتها ديت تساعدهم ان هم يرتاحهم ويقعدوا يفكروا شويه في الموضوع يعني. وبتقول ان هي بالحاجه دي اكيد هيبتدوا يفكروا في كلامها لان دماغهم ناشفه جدا يعني. طيب اتوقع ان هي هتاخد الترابيزات دي توديها للعصابه بتاعتها وتقول لهم بقى الحاجات وتقعد تحكي لهم بقى القصه اللي انا قلتها لها كلها من اولها لاخرها دي. طيب خلونا كده نروح نطمن على العم باكسو، المفروض ان هو عايز شويه ملح. خلونا كده نحط له ملح مثلا من هنا عشان بس الزباين ما تطرش مني. طبعا انا اشتريت كتير جدا. ايه ده؟ كل دي قنابل خراشي. طيب خلونا بقى نفرقع كل الكلام ده، انا كده كده مش محتاجه. وسع يا ابني وسع. عايزين بس شويه ملح لعم باكسو. اتفضل يا عم باكسو، مش عايزك تعطل خالص. اتفضل يا باشا. ايوه خلونا ناخد شويه ملح من هنا كمان على ما اروح اشتري من عند الراجل اللي ورا ده عشان الزباين بس ما تطرش مني. التقييم بينزل بسرعه للاسف. يلا يا عم باكسو شد حيلك يا باشا، الله يسترك شد حيلك يا باشا، التقييم ما ينزلش بالله عليك عشان خاطري. انا عارفك بتتلك. في ملح هنا وهات لي دي كمان. ماشي وهات لي دي كمان وهات لي دي كمان على ما اشتري شويه من عند الراجل اللي ورا ده. اتفضل يا باشا. عايزين نشوف بقى مين اللي هنقابله تاني. تمام احنا دلوقتي هنقابل كريس بالليل. خلونا كده نروح نقدم الوقت بسرعه عشان نقابلها بالليل. عايزين نخلص القصه دي النهارده ان شاء الله، هنحاول يعني نخلصها النهارده. ايوه المفروض دلوقتي لسه 15. خلونا كده نشتري كمان شويه، شغل ده كله. اوه اتوقع ان احنا دلوقتي بقينا بالليل خالص اهو. طيب ناخد الصندوق ده نفرقعه كده على ما كريس تيجي، المفروض في ناس عايزه ميه كتير جدا. ارميه هنا مثلا، فرقع كده فيه، نشوف هيطلع لنا حاجه ولا لا. كويس، خد يا عم الروبوت، طلع لنا بطاريه. خد يا باشا، اتفضل يا باشا، هو تقريبا خلاص بيشطب يعني. خد يا معلم. ايه ده؟ هو انا اديتها لحد كلها ولا ايه؟ برضه؟ ايه ده؟ هو الحرامي خد حاجة ازاي يا جدعان؟ لحسن ياخد العرايس اللي هنا دي؟ ده خد ايه ده؟ استنى تعالى، ده خد واحدة من هنا ولا؟ اوه انا عايز اخبيهم يا جدعان، ده خد واحدة تقريبا. في حرامي اهو، تعالى ياه. ايه ده كان في واحدة هنا؟ لا تقريبا مش هياخدهم يا جدعان، اتوقع كده يعني، دافع فيهم دم قلبي دولا. ما ينفعش حد ياخد منهم حاجة. تقريبا انا كنت حاطط اربعه هنا وحاطط اربعه، خلينا كده نطمن عليهم، مستقبلي كده هيضيع. طيب كويس، هو ما خدش منهم حاجه على فكره، اتوقع كده يعني. ما هم كنت حاطط ترابيزه هنا هو خد الترابيزات بس، حرام اهبل. طيب انا كنت حاطط اربعه واربعه واربعه. لا تمام يا جدعان، ما خدش منهم حاجه الحمد لله. طيب خلونا كده بقى نروح لكريس نشوف هتعوز ايه تاني. اكيد طبعا هتكلمنا عن العصابه وتكلمني ان هي خلاص جهزت السلاح. انا مش عارف هم هيقتلوا مين تاني. هم بصوا هم جايين اصلا عشان يخلصوا من الفضائيين اللي موجودين في المدينه زي ما حصل في ورنت بالظبط، نفس القصه. هي واقفه هنا هي، خلونا كده نكلمها. يا كريس قولي عايزه ايه؟ بتقول لي هو انت شفت حصر؟ لا صراحه انا ما شفتوش لغايه دلوقتي، اخر مره كان واقف هنا في نفس المكان اللي انت واقفه فيه ده. بتقول انا مش عارفه هو راح فين وما اعرفش عنه اي اخبار خالص.
بتقول انا قلت له ان هو يركز مع العصابه التانية عشان يجمع لي معلومات عنها ازاي يختفي كده. ما اعرفش، ما تروحي تدوري عليه. انت بتساليني انا ليه يعني؟ هو الراجل تبعكم يعني. بتقول لي استنى، هو اتخطف؟ اه ممكن يكون اتخطف عادي جدا يعني، العصابه التانية خطفته عادي، ايه المشكله يعني؟ وبصراحه انا عايزه يتخطف اصلا، ايه اللي جايبكم هنا يعني؟ هي المفروض دلوقتي بتفسر لنفسها اختفاء حوصه، فبتقول ان هو ممكن يكون اتخطف، بتقول ان هي مش اول مره ان هي تتعامل مع حالات الخطف يعني، فدي حاجه اكيد معروفه، عامله نفسها فاهمه يعني، هي مش فاهمه حاجه اكيد يعني. هي تقريبا بتهددني، مش بتقول لي لو هو ما رجعش انا هقول للريس بتاعي عشان نهجم دلوقتي. بتقول لو انت شفته خليه يجي يقابلني. توقع كده ان انا هقابل حسر دلوقتي؟ اكيد طبعا. طيب واحنا دلوقتي المفروض هنقابله بالليل او بالنهار في اي وقت عادي، فتوقع ان هو هيجي دلوقتي. ده هو ممكن يجي من نفس الطريق اللي هي ماشيه منه، ده هي هبله جدا برضو. طيب هيكون فين يا جدع؟ مين ده؟ انا اول مره اشوف الراجل ده يا جدعان، حاجه غريبه جدا. والراجل ده رايح فين؟ ده تبع باد انجل على فكره، المدينه كلها بقت عصابات بس. هو رايح فين الراجل ده يا جدعان؟ عايز اعرف اصلا انت رايح فين يا اسطى؟ انت تبع العصابه اللي هنا موجوده في المدينه اصلا؟ ايه ده رايح يستخبى هنا؟ ايه ده يا جدعان؟ انا مش فاهم حاجه، بجد مش فاهم حاجه. هو المفروض ده الكاب بتاع حصر تقريبا. ايه ده حصر اختفى من هنا وده واقف هنا. اول مره اخد بالي ان في شخص هنا بيقف في المكان ده، حاجه غريبه. بيقول لي ادفع لي 40,000 ال بي وهدي لك حاجه كويسه. خلونا كده ندفع له يا جدعان نشوف هيدينا ايه. اوه ولا تعالى يا تعالى يا ابن الحرامية. ده طلع حرامي يا جدعان، ده نصاب والله العظيم يا ابن الحرامية. مش عارف الحقه على فكرة، الواد خد الفلوس مني وخلع. خلونا كده نشوف ايه القصة اللي هنا يا جدعان. يا حوصر انت رحت فين يا حوصر؟ طمنا عليك يا باشا. ولا طمنا عليك ايه يا عم، مغور في 60 دقيقة ايه يعني؟ ما نشوف ايه القصة اللي هنا. تمام، تقريبا انا بلغت سارك ان حوصر الكاب بتاعه هنا، يعني اختفى والكاب بتاعه موجود هنا. طيب خلونا كده نكلمها نشوف عايزة ايه. ايه ده ثواني كده، ده انا اتلخبطت خالص يا جدعان، ده سارك دي تبع الفرقة التانية. بتقول لي استنى، ده الكاب ده بتاع العصابة التانية. طيب ما انا عارف، هي تقريبا بتقول ان العصابة بتاعتها اكيد هي اللي خطفت حوصه. بتقول لي دلوقتي انا لازم الاقيهم، ما انت كنت معاهم اكيد يعني. بتقول لي دلوقتي انا لازم الاقيهم واقول لهم يسيبوا حوصه، بس انا مش عارفه هم هيكونوا موجودين فين دلوقتي، انا عايزه وقت عشان ادور عليهم. تقريبا العصابة بتاعتها يا جدعان ما لقيتهاش او حاجه زي كده. ايه ده، بتقول انا ضايعه، انا هعمل ايه دلوقتي؟ بتقول لي في شخص واحد بس هو اللي يقدر يتنكر ويبقى شبح حوصه. ثواني كده يا جدعان، هو تقريبا العصابة بتاعتها خطفت حوصه، حلو، فاحنا عايزين حد بقى يتنكر ويبقى شبح حوصر عشان يدخل ما بينهم وينقل لنا الاخبار. فاتوقع ان هي هتطلب مني حاجه زي كده، ان حد يتنكر ويبقى شبح حوصر. ايه ده، ايه النضاره دي يا جدعان؟ النضاره دي بتاعت مستر ماجيك على فكره. اوه ده مستر ماجيك، حاجه غريبه جدا. هي قصدها على الراجل ده يا جدعان اللي هيتنكر هيبقى شبح حوصر؟ ده سجن على فكره، هو مستر ماجيك. انا خلاص كده اتاكدت يا جدعان ان مستر ماجيك اللي هيتنكر هيبقى شبح حوصر عشان يدخل وسط العصابه الثانيه، بس انا مش عارف انا بساعد البنت دي ليه. طيب دلوقتي في مشكله، العربيه بتاعت عم باكس فاضيه، خلونا كده بس نروح نجيب له شويه ملح بسرعه ونحط له غاز، يا اما نقفل بقى العربيه بتاعت عم باكسو دي خالص. نشوف القصه اللي موجوده هنا في المدينه دي. سيبك من عم باكسو دلوقتي، ده في حوارات هنا بتحصل. طيب ناخد شويه ملح كده في السريع. بصوا يا جدعان انا اروح احط الملح ده واقفل العربيه عشان ما اخسرش تقييم اكتر من كده، ده انا ضعت خالص يعني. الزباين كده هتمشي بسبب عم باكسو او بسبب انا، عم باكسو ملوش ذنب. اتفضل عم باكسو قبل ما الزباين تمشي، بسرعه يا باشا، بسرعه يا باشا، يلا شد حيلك عم باكسو. انا بقى نقفل العربيه ديت، مش عايزين زباين تاني دلوقتي. تقييم هينزل اخر نجمه، مش عارف بقى شويه الملح دولت هيكفوا ولا لا. 199 اتوقع ان هم يكفوا، محتاجين كفته ومحتاجين شويه غاز. الغاز خلص يا عم باكسو، انت بتخلص الغاز بسرعه كده ليه يا عم؟ في ايه يا عم؟ طيب خلونا كده ناخد الغاز ده بسرعه. خد يا عم باكسو قبل ما الزبائن تخلع، خد يا باشا بسرعه. بص مش عايزك بقى تشتكي تاني، انا بص انا مخنوق، انا معايا حوارات مش فضيلك الصراحه يعني. طيب دلوقتي هنقابل مين؟ المفروض ان احنا هنقابل سارك في نفس المكان. بصوا يا جدعان انا توقعت ايه اللي هيحصل بالظبط يعني، اتوقع ان انا ههرب مستر ماجيك. انا مش عارف بالظبط هنكلمه ازاي اصلا يعني. المفروض ان هي بتقول لي ان الشخص الوحيد اللي يقدر يتنكر في حصر هو مستر ماجيك تقريبا يعني، فخلونا نروح نكلمها ونشوف هنعمل معاها ايه تاني. ثواني كده، هي اللي بتقول لي ولا انا اللي فكرت في مستر ماجيك؟ مش عارف لسه، لان هي دلوقتي بتسالني وبتقول لي احنا هنلاقي بقى فين الشخص اللي هيعمل كل الكلام ده، فاتوقع ان انا اللي فكرت في مستر ماجيك تقريبا يعني، فانا اكيد اللي قلت لها الفكره دي. وبتقول ان الشخص اللي احنا محتاجينه ده لازم يكون عنده مهارات. بتقول لي انا همشي دلوقتي استكشف بعض الناس اللي موجوده في المدينه، لو انت لقيت شخص. انا كده عرفت دلوقتي يا جدعان ان انا جه في بالي مستر ماجيك. بتقول لي لو انت عارف شخص ممكن يتنكر يبقى شبح حوصر دور لي عليه وقول لي على طول. دلوقتي يا جدعان هنعمل ايه بقى؟ تمام،
دلوقتي هروح لرياف شرطي تقريبا. انا كده فهمت حاجة يا جدعان، دلوقتي حوصر اتخطف والعصابة بتاعتها اللي خطفته تقريبا، او مش عارفين ايه اللي خطفه هنا في المدينة، فاحنا طبعا محتاجين حد يبقى شبه حوصر يتحط مكانه في وسط العصابة عشان يعرف هما بيخططوا في ايه. فخلونا نروح نخش قسم البوليس تقريبا. تمام، هو مشاور لي هنا اصلا. طيب دلوقتي اتوقع ان احنا نكلم رياف. ايه يا باشا، بقالي كتير ما اتكلمتش معاك، واول مرة اخش المكان ده اصلا. وانا اقدر اخش له هنا؟ اقدر اخش له هنا على فكره. حلو اسم الشرطه برضو من جوه. طيب خلونا كده نكلمه. والله العظيم محترم، بيقول لي اهلا بالمواطن الصالح، ايه اللي جابك هنا؟ تزور مستر ماجيك؟ اوه شفتوا يا جدعان، انا توقعت صح. بيقول لي انت عايز تزور مستر ماجيك، دي اول مره حد يطلب ان هو يزوره. ايوه صحيح، ما هو مستر ماجيك كله مشاكل اصلا وحرامي اصلا. طيب احنا محتاجينه ضروري دلوقتي يا باشا، للاسف يعني محتاجينه في مهمه خطيره جدا يعني. بيقول لي انت متاكد ان انت عايز تقابله؟ بيقول لي انت الوحيد اللي دخلته السجن هنا في المدينه، انت عارف الكلام ده؟ ايوه معلش بقى، انا محتاجه دلوقتي، اعمل ايه؟ يا ريتني ما كنت دخلته السجن. بيقول لي طب خلاص، لو انت عايز تقابله ممكن تخش من الباب اللي على الشمال. خلونا بقى نروح نقابل مستر ماجيك. اوه دخلت المستر ماجيك يا جدعان. ايه يا مستر ماجيك، ايه الاخبار عندك يا باشا؟ السجن حلو؟ بيقول لي انت بتعمل ايه هنا؟ جاي يا باشا عشان اخرجك، للاسف محتاجينك دلوقتي، هنعمل ايه طيب؟ بيقول لي انت حطيتني في السجن ودمرت الخطه بتاعتي، ده مش كفايه ليك؟ ده مش وقت عتاب والله العظيم، ما تعاتبنيش يعني. بيقول لي انت عايز مساعده وبيضحك. بيقول لي انا ما بساعدش امثالك. لا شكرا. صحيح، واحد دخلته السجن وجاي يطلب منه مساعده، طب تيجي ازاي؟ طيب اكيد لا طبعا مش هوافق طبعا. هو تقريبا كده يا جدعان رجع يفكر، بيقول لي الا اذا، بيقول لي الا اذا لو انت خرجتني من السجن انا ممكن اساعدك. بيقول لي ايه رايك بقى، الموضوع كده هيبقى عاد، انت هتخرجني من السجن وانا هساعدك؟ طيب انا موافق، انا بصراحه موافق ان انا اخرجه من السجن. هنخرجه ازاي بقى؟ اتوقع دلوقتي يا جدعان ان احنا محتاجينه ضروري جدا عشان يتنكر يبقى شبه حوصه. طيب اتوقع ان احنا نقابل حد تاني بالليل سارق. خلونا كده نروح نقابلها، يا رب تكون موجوده دلوقتي. الساعه كام؟ الساعه 6 الصبح للاسف. طيب خلونا كده نقدم الوقت بسرعه. طبعا انا قفلت على عم باكس دلوقتي عشان نكمل الحوار اللي موجود في المدينه. ممكن تكون واقفه ورا هنا، خلونا كده نروح للمكان ده. بس معقوله يا جدعان العصابه بتاعتها هي اللي خطفت حوصر؟ معقوله الكلام ده؟ والله انا مش مصدق الصراحه الكلام ده، اكيد في حاجه غريبه حصلت هنا لسه احنا مش فاهمينها. طيب هي هتكون واقفه فين؟ معقوله هتكون جوه قسم الشرطه مثلا؟ اهي جت اهي، تعالي كل قوم، والواد اللي خد مني الفلوس وجرى قوم تاني، اللي بيقول لي هديك حاجه حلوه ده. خد الفلوس وجرى. طيب خلونا كده نكلمها. بتقول لي انت لقيت حد؟ لقيت طبعا مستر ماجيك، هو الوحيد اللي جه على بالي. بقول لها دلوقتي ان في راجل موجود في السجن ده اللي احنا محتاجينه ان هو يتنكر يبقى شبه حوصه. بتقول لي انت متاكد ان انت واثق فيه؟ لا بصراحه انا مش واثق فيه خالص يعني. بتقول لي لو انت متاكد خلاص يبقى نطلعه من السجن. طب هنطلعه ازاي بقى؟ بتقول لي انا عملت الحوار ده قبل كده ومتعوده دايما ان اي حد من العصابه بتاعتي بيدخل السجن بخرجه. بتقول لي هي سهله جدا بس خطيره، تفجر السور اللي بره اسم الشرطه. انت عايزاني اخش مكان مستر ماجيك ولا ايه؟ انا مال انا؟ طيب ما تروحي انت تعملي الحوار ده، ما انت بتقولي ان انت مخرجه حد قبل كده من العصابه بتاعتك. بتقول ان الحيطه اصلا رقيقه جدا، ممكن تفجرها بقنبله، تقريبا قنابل من اللي عندي يعني. اتوقع كده يا جدعان ان احنا هنروح نجيب قنبله ونفجر السور، وربنا يستر ما تقبضش عليا هنا في المدينه. طيب هنقابل مين تاني؟ اوه لازم نروح لمستر ماجيك يا جدعان. ايه ده، هو هيخرج باللبس بتاعه ولا ايه؟ انا اللي دخلته السجن بايدي وانا اللي هخرجه بايدي للاسف. هنعمل ايه طيب؟ احنا محتاجين مساعدته دلوقتي للاسف، هو الوحيد اللي هينقذنا في الموقف اللي احنا فيه. طيب هناخد بقى القنبله من ديت، مش عارف هيحتاج واحده ولا اتنين. وانا مش عارف عم باكسو فتح ازاي. هو انت يا اسطى فتحت ازاي؟ مش انا مدي لك امر تقفل؟ هو انت بتفتح بمزاجك عم باكسو؟ الراجل عايز يشتغل وبهزقه. طيب انا سامع صوت دبان، في زباين معفنه هنا. ثواني كده، تعالى كده، الدبان ده بيجي منين يا جدعان تاني؟ يا خراشي، انا مش شايف الدبان ده فين والله العظيم، انا دماغي صدعت منه، وانا مش عايز دبان، مقرف من ده. ايه ده، ده الدبان كتر، ده ما صدق البخور خلص. طيب شغل لي بخور هنا، ومحتاجين بخور هنا نشغله برضو بسرعه. ايه ده، ده الدبان ما صدق يا جدعان. فين الزبون المعفن اللي نزل من غير ما يستحمى؟ اهو تعالى، ادي واحد. فين التاني بقى؟ الحمد لله الدبان خلص. طيب دلوقتي التقييم يعني الى حد ما كويس. اوعى تفتح عم باكسو تاني العربيه من غير ما اقول لك. خلونا بقى دلوقتي نروح نخرج مستر ماجيك من السجن. انا مش عارف اخرجه ازاي الصراحه يا جدعان، هي بتقول السور اللي ورا اسم الشرطه. اتوقع يا جدعان ان احنا هنخش من هنا، من عند مستر اكس هنا. ايوه ده هو ده، ثواني بقى كده،
المفروض هنحط قنبله هنا مثلا. اقول لك انا خايف يجي يتقبض عليا والله. طب هنعمل ايه؟ طيب انا هنحطها دلوقتي يا جدعان لان محتاجين مستر ماجيك حالا. ارجع ياه، ارجع ياه. ايوه اوه خرجت مستر ماجيك يا جدعان. طيب نكلمه بقى. بيقول لي اخيرا هوا نضيف. بيقول لي على اي حال انت فاكر طبعا ان انا قلت لك ان انا هسمع مساعدتك. بيقول لي لو انت عايز مساعدتي انت لازم تدفع لي في الاول. طبعا بيمارس شغلانته يا جدعان اللي هي كل شويه ادفع لي ادفع لي ادفع لي. طيب خلونا ندفع له. اه طبعا لازم ادفع له طبعا دلوقتي. بقول لك يخش السجن تاني. بقول لك انا اروح ابلغ الشرطه تاني. طيب هو دلوقتي عايز 75 مليون اللي بيه. بيقول الافضل ان انت تدفع لي بسرعه عشان ما اروحش المدينه تانية. خد يا عم بسرعه خد. يلا انا جاهز يا باشا. يلا باشا هتيجي معايا يلا ولا ايه؟ بيقول لي واو انت معاك فلوس كتير جدا. الله اكبر الله اكبر. انت هتحسدني ولا ايه يا عم؟ بيقول لي انا اعتقد ان انت ما بتلعبش يعني، انت ان هو انت شغال يعني. بيقول لي انا كنت بفكر ان انا اهرب بس بعد ما شفت الفلوس اللي معاك ديت مين عارف ممكن نشتغل مع بعض تاني في المستقبل. بص يا باشا انا انت بس قضي لي المهمه بتاعت حوصر ديت وبعد كده ابقى غرفه ده، انا مش عايزك اصلا يعني. بيقول لي يلا قول لي الخطه اللي انت عايزها. فين لبس حوصر؟ بيقول لي ايه هو انت مش معاك اللبس؟ امال انت هتخلينا نتنكر ازاي؟ بيقول لي روح الاول هات اللبس بتاعه تعالى. بيقول لي انا هستناك عند المكان اللي اتقابلنا فيه اول مره، فاكره ولا نسيته؟ وبيضحك في الاخر. انا مش عارف هو كان فين، انا مش عارف انا قابلته اول مره فين الصراحه يعني، مش فاكر خالص. طيب دلوقتي المفروض ان انا ادور على اللبس بتاع حوصه. ثواني كده مين اللي هنكلمه دلوقتي؟ البنت هنكلمها دلوقتي. طيب اللبس ده ممكن يكون موجود هنا؟ اكيد مش موجود هنا. هيكون موجود فين يا جدعان؟ طب البنت هتكون موجوده فين؟ اه واقفه هنا هيت في الحديقه جوه. خلونا كده نروح نكلمها. اتوقع ان هي معاها اللبس بتاع حوصه او هتجيب لي لبس شبه بتاع حوصه. ايه ده ثواني كده، ايه ده الراجل ده راح فين؟ ولا انت راح فين يا؟ انا بدات اشوف الراجل ده هنا يا جدعان. انا خايف اديله فلوس تاني يضحك عليا. هو رايح فين؟ هو تقريبا راح يستخبى هنا من حاجه. ده تبع باد انجل على فكره، طلع حرامي. طب ازاي؟ والله بصوا يا جدعان العصابتين انا عايز اولع فيهم هما الاثنين سواء دي ولا دي. طيب خلونا نكلم البنت، هي واقفه هنا، نشوف هي عايزه ايه تاني. بتقول لي ايه الاخبار؟ كل حاجه تمام؟ فانا تقريبا قلت لها بقى على كل حاجه ان انا خرجت مستر ماجيك وهو محتاج اللبس دلوقتي يعني. فبتقول لي هنا انت خرجت الراجل المحتال او النصاب، هو دلوقتي محتاج اللبس بتاع حوصر؟ بتقول لي اخر مره احنا اتقابلنا فيها انا لقيت اللبس بتاعه في جنب. هي هنا يا جدعان وصلت لي فعلا ان العصابه بتاعتها هي اللي خطفت حوصر. فبتقول لي دايما عصابتي بيقلعوا الضحيه بتاعتهم اللبس قبل ما ياخدوها يخبوها وبيرموا اللبس. بتقول لي انا خبيت اللبس ده في مكان ورا السوبر ماركت، دور انت عليه بقى. طب ما تجيبه لي. طيب خلونا نروح ندور عليه. اتوقع ان هو هيكون جنب السوبر ماركت في مكان ما هنا، مش عارف هيكون فين. اه اهو ورا السوبر ماركت على طول. طيب خلونا ناخد اللبس. قريبا بقى هنروح ندي اللبس لمستر ماجيك عشان يلبسه ويبقى شبح حوصه. خلونا بس نخش هنا نشوف الراجل اللي كان داخل هنا راح فين. الله ده واقف هنا يا جدعان، ده حاجه غريبه جدا. ايه ده؟ طيب هو بيقول لي دلوقتي ادفع لي 40,000 وهديك حاجه كويسه. ايه ده؟ هو انت اصطدتني ايه يا اسطى؟ طب ما انا معايا كتير يا عم منها دي، ده اداني قنبله، فين الحاجه الكويسه اللي انت اديتها لي يا معلم؟ خد ال 40,000 على الفاضي. خلونا نروح نشوف مستر ماجيك. المفروض ان هو بيقول لي قابلني في المكان اللي احنا اتقابلنا فيه اول مره. فين بقى اول مره انا قابلته فيها؟ والله ما فاكر، مش فاكر انا قابلت مستر ماجيك فين بالظبط. وبعدين الشرطي ما شمش خبر ان انا كسرت السجن من ورا وهربت مستر ماجيك. طيب خلونا كده نبص كده ورا الحديقه يمكن نلاقيه هنا مثلا. معقوله؟ اوه هو انا قابلتك هنا اول مره؟ ايه ده انت خارج ببدله السجن وماشي فيها في المدينه كده عادي؟ طيب المفروض دلوقتي ان انا هديله اللبس. بيقول لي بسرعه اديني اللبس بتاع حوصر، انا عايز اغير اللبس المعفن اللي انا لابسه ده. بيقول خليني اغير الاول. ايه ده؟ ده بقى حوصر يا جدعان والله العظيم، ده بقى شبهه خالص، حوصر ماجيك. يعني هو دلوقتي بقى اسمه حوصر ماجيك عشان انا ما اتلخبطش. طيب خلونا نكلم حوصر ماجيك. بيقول لي بقى من دلوقتي ناديني بحوصر. بيقول لي بقى دلوقتي خلينا نروح للعصابه بتاعت حوصر. طيب اتوقع ان هو دلوقتي رايح للعصابه يا جدعان. اهو جود ديفل. بس ده ابيضاني شويه عن حوصر، حوصر يعني امحاوي شويه. انما ده هيتكشف بسرعه على فكره. مستر ماجيك سمعه المدينه في ايديك يا باشا، وركز في اللي العصابه بتقوله. ايه ده انا حاسس ان انا بوصيه يا جدعان. ايه ده هو انا امه ولا ايه؟ المفروض دلوقتي ان حوصر هيكلم كريس على انه حوصر طبعا مش مستر ماجيك وكده يعني. طيب خلونا كده نفتح الحوار ما بينهم. كريس بتقول له انت كنت فين؟ انا قعدت ادور عليك كتير. بيقول لها انا اسف يا ريسه، حسيت ان جسمي تعبان لان انا اتخبطت
في مكان حد يعني. بيقول لها بس دلوقتي انا بقيت كويس ما تقلقيش عليا. بتقول انا فكرت ان العصابه التانية خطفتها. بتقول له احنا كنا هنهجم على العصابه التانية عشان ننقذها. يلا بينا نمشي. الرئيس سيسار مستنينا احنا الاثنين. اتوقع ان هو بقى ماشي معاهم دلوقتي يا جدعان متخفي يعني. ولا ما تفضحناش ياه، ما تفضحناش ياه، ها وعرف لي كل حاجه من هناك واعرفوا ما بيخططوا في ايه. طيب المفروض دلوقتي احنا هنقابل مين؟ هنقابل سارق. طيب اتوقع يا جدعان ان انا هقفل حلقه النهارده على كده. ان شاء الله نكمل الحلقه الجايه عشان بس الحلقه ما تبقاش طويله قوي. طبعا احنا النهارده تقريبا كلمنا كل الناس اللي في المدينه، بس عملنا شويه حاجات حلوين، خرجنا مستر ماجيك من السجن. قبل ما اقفل اهم حاجه عايزين نطور عربيه عم باكسو، نخليها اخر حاجه خالص ونشتري الكتاب اللي فاضل. اتوقع ان احنا هنا فاضل لنا كام تطويره، تطويرتين، وهنا تطويره واحده كده خلاص طورنا العربيه ماكس يا جدعان. نشيل 1500 عايزين نشوف شكلها. اتوقع ان شكلها هيتغير اكيد. وفاضل كتاب عند الراجل ده او الطباخ اللي هنا ده، خلونا نشتريه كده خلاص. اشترينا كل الكتب اللي موجوده هنا كده، هيبقى فاضل لنا حاجات بسيطه جدا. فاضل 3 نجوم ونجمه هنا واحده بس. اتوقع ان النجمه الاخيره هنا دي هتخلي عم باكسو ما يروحش خالص، هيفضل شغال ليل نهار ليل نهار. عم باكسو اتوقع ان هو جاي دلوقتي. الساعه كام؟ ايه ده الساعه 4 الفجر. ايه ده الرجاله دول ما تجوم يعني؟ عم باكسو زمانه جاي دلوقتي، هو بقى بيشتغل من الساعه 5 الفجر. الله ينور عليك يا عم باكسو والله، الله ينور عليك. ايه ده العربيه ما كبرتش، العربيه زي ما هي. لا بس صحته حلوه والله العظيم ما شاء الله. عم باكسو ما بياكلش ولا بيشرب، صحته زي الفل. هو اللي بيفتح المحل لوحده يا جدعان. ايه ده الهبل ده ايه ده اصلا؟ انت بتضحك على الزباين؟ انت جيت فتحت دقيقه ومشيت ولا ايه؟ في حاجه نقدر نشتريها تاني هنا يا جدعان؟ اتوقع ان انا اشتريت كل حاجه. مش عارف بقى الحاجات الباقيه دي هنفتحها ازاي. وبعدين بقى الاندر وير اللي الطباخ ده محتاجه انا مش عارف هنجيبه منين بصراحه. فلو حد عارف الاندر وير ده نجيبه منين يقول لي تحت في الكومنتات. ويا رب تكونوا استمتعتوا بحلقه النهارده، واشوفكم على خير في حلقه جديده باذن الله. سلام عليكم.